انا مفيش بيني وبين ايتن حاجه خالص. بس ليه بدها تحكي عنك؟ وبكن لها كل الاحترام. لا هي كانت بدايه الخلاف انها اتسالت سؤال في برنامج بيقولوا لها ايه رايك في ريهام كممثله؟ فقالت محتاجه تشتغل على نفسها شويه. انا حسيت انه ما ينفعش ما ينفعش حد يقيم، يعني ما ينفعش زميلي يقيم زميل. حاله التقييم هو السؤال كان غلط، لكن بركي كمشاهد سالوها. لا هي مش مشاهده، هي فنانه، فنانه كبيره ونجمه، هي مش مشاهده. طب وانت شو رايك فيها كممثله؟ ما اقدرش اعمل كده ازاي يعني، هو انا سبيلبرغ وبعدين ازاي يعني، ازاي انا اقيم زميل يعني؟ عادي انت شايفتيها بتمثل حلو او لا؟ ازاي ما فيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه في الدنيا اسمها كده، مفيش حاجه اسمها في ناس بتحب فلان وما بتحبش فلان، في ناس بتحب تمثيل فلان وما بتحبش. طب بتحبيها كممثله؟ بتحبي تمثيلها؟ لا، اولا انا بحب قوي في ايتن المثابره، يعني فكره ان انا بحس بالرغم من كل لو حصل لها مشكله شخصيه او او او، انا بحب فيها قوتها جدا، انها بتستثمر هذه القوه في ان يبقى عندها طاقه انها تعلى. بس في تواصل بينك وبين اليوم؟ لا انا ما اعرفش بتحبني ولا لا، لكن ممكن يكون البدايه انها خدت مني موقف مثلا في المقلب ده، بس يعني ده مقلب.